اتهام جديد تواجهه المعارضة في إسرائيل للائتلاف الحكومي بتعريض أمن البلاد للخطر عن طريق دعم التطرف والإرهاب القومي. زعيم المعارضة الإسرائيلية بني جانتس حذر من تنامي ظاهرة الإرهاب القومي في الأوساط اليهودية، وذلك بعد أن طالب وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بمنح ما وصفه وسام تقدير وتوفير الحصانة القانونية لمستوطن أطلق النار على شاب فلسطيني قتل خلال هجوم شنه المستوطنون على بلدة برقة شرق رام الله، حادث أدنت الولايات المتحدة ووصفته بالإرهابي في لهجة تعكس تخوف واشنطن من تصاعد العنف في الضفة الغربية في عهد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بزعامة نتنياهو. ضيفنا من القدس الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين. سيد كوهين، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. بني جانتس زعيم المعارضة يحذر من تنامي ظاهرة الإرهاب القومي، إلى أين ستؤدي ممارسات هذا الائتلاف، وهل تشكل حقيقة خطرا على أمن إسرائيل؟ نعم، قبل أن أتحدث عن وضع الائتلاف أنا أتحدث عن تحذير بني جانتس يعني مسألة الإرهاب اليهودي، وهذا ما أكدت عليه الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بحادث برقة. أولا بني جانتس يعني تقع عليه أيضا المسؤولية، لا يمكن توقيع المسؤولية فقط على الحكومة وعلى بنيامين نتنياهو، وإنما المسؤولية بتقع على عاتقه هو أيضا. هو عندما دخل ومع في حكومة يعني في تحالف مع حكومة نتنياهو، هو قال إنه دخلت لهذا التحالف بدافع إنقاذ إسرائيل من الكورونا. أنت في استطاعتك بني جانتس الدخول من أجل إنقاذ إسرائيل من هذه الورطة التي تتعلق باليمين المتطرف الذي يشارك في هذه الحكومة، فالمسؤولية بتقع على عاتقه. ولكن طبعا هو يخشى من الانتقادات التي توجه إليه من قبل لابيد. المسألة إن هي لا يمكن الوثوق من نتنياهو، طبعا فهمنا ذلك وأدركناه، وكان ذلك في الحكومة السابقة مع نتنياهو وبني جانتس، والذي نتنياهو تخلى بوعوده. ولكن الوضع مع نتنياهو اليوم مختلف، بمعنى نتنياهو في ذلك الوقت يختلف عن نتنياهو اليوم. نتنياهو اليوم هو ربما يعني في حالة صحية لا نفهم يعني أبعدها، هو طبعا تراجعت شعبيته، هو ليس بنفس القوة. إذن فعليك أن تدخل إلى هذه الحكومة وانتظر، وهناك طبعا رغبة وهناك إجماع قومي في إسرائيل من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية. ولذلك أنا أعتبر أن بنيامين بني جانتس هو بتقع عليه المسؤولية. هلأ جانتس اتهم القيادة الحالية سيد مائير كوهين بالتزام أيضا الصمت بدعم ما سماهن بالمتطرفين، هو رأى أنه بهذا التصرف يمكن تصرف خاطئ جدا وخطر جدا على أمن البلاد. أنا بدي أسأل عن الحاضنة الموجودة بالبلد، هل في بيئة حاضنة لربما لنشر هذا الإرهاب؟ وعلى ما يبدو بحسب ما نتابع يا سيد مائير بالفعل تتصاعد هذه الهجمات بشكل كبير. نعم، هناك طبعا تحذيرات في هذا الموضوع من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل، وكذلك القادة الأمنيين والعسكريين، من عملية الإرهاب اليهودي الذي وصفته الإدارة الأمريكية في أعقاب حادث برقة. ما في شك طبعا أن هناك تجاهل وعدم انصياع وتفاهم من قبل الحكومة، وليست لها أذان صاغية لهذه التحذيرات. ومقابل ذلك نحن بنرى أن اليمين المتطرف بيدعم هذه الفئات اليمينية بمنحها غطاء سياسيا. كل هذه الأمور طبعا بتؤدي إلى يعني معرفة أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو هي رهينة لليمين المتطرف برئاسة سموتريتش وبن غفير. وكأنك تفصل أستاذ مائير، لاحظت في قراءتك أنك
تفصل بشكل أو بآخر ما بين هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وبين رئيسها، اللي ذكرت أنه مرضه لا أحد يعرف إلى أين سيأخذه، وكأنه باتت أو بات أعضاء هذه الحكومة يسيطرون على قرار رئيسها، هل هذا ما تقصد من تحليلك؟ ما في شك، هم يسيطرون على كل هذه القرارات، وضعف نتنياهو يثبت ذلك، ورغبته طبعا في أن تواصل الحكومة استمرار عملها، لأن في حال إذا تقرر اتخاذ أي قرارات مغايرة هذا الأمر سيؤدي إلى سقوط هذه الحكومة، وهو يسعى إلى استمرار عمل هذه الحكومة. هل تخشون من ظاهرة الإرهاب القومي كما تحدث السيد غانتس؟ يعني اليوم بعد حادثة برقة في تحذير من تكرار لربما هذا الحادث في أكثر من منطقة، وفي ظل هذا الضعف اللي أشرت إليه لحكومة نتنياهو ولنتنياهو نفسه، أي دور بإمكان هذه الحكومة أن تلعب لتهدئة الأوضاع؟ يعني هي نقطة مهمة أشرت إليها حضرتك، هناك تقديرات وهناك معلومات في إسرائيل عن توجهات من قبل اليمين المتطرف إلى إشعال الموقف وربما القيام بعمليات إرهابية تحت ذريعة يعني الرد على العمليات الإرهابية التي يقوم بها الفلسطينيون ضد المستوطنين. وهنا الخطر، وهنا مكمن الخطر، وهو محاولة زج الجيش في هذه الأمور وإشعال الموقف، وفي هذه الحالة سيضطر الجيش إلى الدخول، وهذا هو مخطط من قبل اليمين المتطرف، والمؤسسة الأمنية والعسكرية مدركة لذلك، وهي تعزل تماما بما يتصل بما يتعلق بموضوع الإرهاب الفلسطيني، وفيما يتعلق أيضا بتحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين وللسلطة الفلسطينية، وهذا ما تسعى إليه، وتعتبر أن رفع مستوى معيشة الفلسطينيين هو أمر مهم من أجل منع الإرهاب. طيب أستاذ مائر، ونحن نتحدث الآن أود أن أعرف منك تحديدا، في معلومات تتحدث عن أنه نتنياهو يمكن نتيجة هذه الضغوطات المتتالية اللي يعاني منها يتراجع عن بعض التعديلات القضائية، بلومبرغ هي اللي ذكرت هذه المعلومة، بدي أعرف منك هل يمكن لنتنياهو القيام بهذه الخطوة في ظل هذه الضغوطات اللامتناهية التي تنهال عليه؟ الوضع كما ذكرت لحضرتك في حديث سابقة أنه يتجاهل تماما كل هذه التحذيرات، وتجاهل أيضا تحذيرات المؤسسة العسكرية بالنسبة للوضع الأمني في إسرائيل، وتجاهل تحذيرات المؤسسات الائتمان الدولية بالنسبة لوضع إسرائيل في حال استمرار بهذه الإصلاحات، أيضا تجاهل ولم لم يلق يدي أي نوع من الاهتمام بما تحذيرات الرئيس بايدن فيما يتعلق بهذه الإصلاحات. ولذلك هو نرى أن نتنياهو الآن هو يريد البقاء والحفاظ على هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال. بطبيعة الحال نحن سنتابع القرارات التي ستقدم عليها هذه الحكومة ونتنياهو نفسه. شكرا للسيد مائر كوهين الدبلوماسي الإسرائيلي السابق على مشاركته وقراءته المشهد الليلة من القدس.